بخير، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جيت ندير لكم فيديو جديد غليتر سموكي ايز. كما كتشوفوا درت تحت عينيا درت لوس باودر باش الا طاحت شي حاجه، حيت الالوان غادي يكونوا شويه غامقين، الا طاحت شي حاجه دغيا تكون سهل تحيديها غير تمسحي تحت عينيك بشي فرشه غليظه، هذه اللي كتكون كثير فيها الشعر كتمسحي بها وكيتحيد لك. كما شفتوا في الاول درت هذاك اللون اللي هو بحال ترابي، بحال لون محمر شوي محمر واحد شويه، ودمجته في البلاصه الغير متحركه، يعني فوق العين اللي هي الجفن غير متحرك، ودمجته مزيان. ودرت تحت منه درت البني اللي هو غامق شويه، درته لتحت، وجبت قلم كيكون سهل الدمج. بديت عاود سهل الدمج ودرته بحال غادي ندير الايلاينر، وبديت كنعمر به البلايص وحتى البدايه ديال الشفار، هادو الجذور ديال الشفار بديت كنعمر بهم باش ما يجينيش فراغ الا دارت الرموش. وعمرت هذا الايلاينر ديالي بالقلم الاسود، ودرت بحال كديري ايلاينر وكتبداي تعمريه. فاش كنعمرو كاملو كندمج، دابا باقي ما دمجش، غير هو علينا ما كيعمر راه كياخذ واحد شويه الوقت باش تعمريه مزيان وما تخرجيش على البلاصه، باش يبقى لك المكياج ديالك نقي. كتلقاي مع القلم ديالك اللي هو كتاخديه نوار، كتلقاي اللور ديالو كاين واحد بحال بونجاست صغيره، هذيك راه تدمج مزيان القلم، تيكون هذاك معروف انه قابل للدمج. ودرت فوقو اي شادو بلاك اللي هو كحل، ودمجته مزيان. وخديت مارون بني غامق ودرته في وسط عينيا ما بين هذاك الكحل وما قربتش القدام ديال العين، حيت بغيت ندير لون فاتح. خديت الكونسيلر وخديت هذه الفرشه اللي هي رقيقه، وبديت نحط نوزع الكونسيلر في القدام ديال العين لحد الثلث ديال العين تقريبا، وزعته وقدته مزيان باش ما يجينيش فيه شي حاجه، ما يجينيش فيه خطوطه ولا شي حاجه. وحطيت عليه هذا اللون اللي هو شاينين اللي كيبري اللي وريتكم في الاول، هو بحال سيلفر. وعاود جبت هذا اللون اللي ما عرفش كيفاش نقول لكم كي داير، واش هو بحال دوغي بحال خزي بحال هكذا، اللون ما عرفتوش بالضبط اشنو عاطي، ما شديت ليش راس الخيط. ودمجته معاه وجبت هذاك اللون اللي حطيت الاولاني اللي حطيت في اللون ديال عينيا، هو اللي حطيت نورت به تحت الحاجه ديالي. درت ماسكارا، قبل ما ندير ماسكارا ما وريتكمش انني درت هذيك اللي كترفع الشفار، عاد درت الماسكارا وجبت هاد الشيته اللي رقيقه، خدت نفس الالوان، خدت هذاك الماغو الغامق وشويه من البلاك اللي هو اسود، ودمجتهم تحت عينيا وجيت حتى الاخر ديال العين، وبقيت غاده خط مستقيم باش نوسع عينيا حيت عيني انا صغيره وبغيت العين باش نبينها شويه كبيره. ما لصقتهمش مع بعضياتهم، خليته غادي بخط مستقيم. ودرت قلم اللي هو قلم بيض ولا بيج تحت العين، انا عندي قلم بيض، درت القلم البيض، البيج ما لقيتوش ما عرفتش فين هو، وانا ندير قلم بيض. ودرت حتى الاخر ديال العين وركبت رموش ديالي وصافي. ميك اب سهل ماهل. كنتمنى يعجبكم الفيديو، وشكرا بزاف على التتابع ديالكم، وتوحشكم بزاف.